في إطار التحضير للقمة، فخامة الرئيس عبد المجيد تبون أعلن عن مبادرة مهمة لنا كفلسطينيين، وهي محاولة لم الشمل الفلسطيني. وأيضا كلف فريق من الإخوة للحوار مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، ويعني مرت المرحلة الأولى من الحوار بنجاح كبير، وإحنا أيضا عم نواصل الجهد والتواصل لحتى يكون في خارطة الطريق لأن يكون أمام القمة العربية وفي حضورها إما نجاحا كاملا في هذه الجهود، أو يطرح أمام القمة ما مدى التقدم الذي حصل، وتكلف الجزائر باعتبارها رئيسة للقمة العربية لمتابعة الجهود في ملف المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأيضا احنا يعني تباحثنا، السيد الرئيس محمود عباس سيكون موجودا في حضور الذكرى 60 لنجاح وانتصار الثورة الجزائرية، وهذا بالنسبة لنا انتصار لفلسطين.